جديد. خلنا ناخذ الأستاذ عبد العزيز الفياض أحد المختصين، نقول يا مرحبا، حياك الله أستاذ عبد العزيز. حياكم الله أستاذ عبد المجيد، وفقكم الله. يا مرحبا، كيف حالك؟ الله يحييك. إن موضوعنا عن الصداقات، هل هي ضرورية؟ هل هي مهمة؟ هل هي يعني وشلون حافظ عليها؟ عطنا شيء من ما يعني تراه مناسب في هالمجال. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا أشكر أخي الأستاذ عبد المجيد اليمني وأخي الكريم الأستاذ راشد الدوسري، اللذين تميزا ببرامج دقيقة متميزة وهادفة وممتعة، نسأل الله أن يبارك فيهما ويجزيهما خيرا. الله يبيض وجهك ويرفع قدرك. الله يسلمكم. وأشكرهم أيضا على إتاحة هذه الفرصة الجميلة والمشاركة التي الله بها وجعلها مباركة وموفقة. حقيقة أولا وفقتم أخي الكريم عبد المجيد وأخي راشد في اختيار الموضوع لأهميته وضرورته، كيف لا، وقد جاء في القرآن والسنة كثيرا كثيرا جاء ذكره والحديث عنه. وأهمية الموضوع مستمرة مع الإنسان، ليست أهميته موسمية أو عارضة، بل هو مع الإنسان على طول. صحيح. كما ذكرتم في الحلقة، فالإنسان مدني بطبعه، لا بد له من صديق وصاحب معه باستمرار. لذا جاء تأكيد على أهمية هذا الأمر وضبطه في كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء في عدة مواضع، أنا أكتفي بموضعين فقط. الموضع الأول معي يا عبد المجيد؟ معك أنا أسمعك. الموضع الأول قوله تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم في سورة الكهف، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. تأمل هذا الخطاب، هو موجه للنبي صلى الله عليه وسلم، أفضل البشر وأتقاهم لله وأعلمهم بالله، ويشمل الخطاب أيضا أمته كذلك. فيقول الله للنبي عليه الصلاة والسلام واصبر نفسك مع من؟ مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، مع أهل الخير، مع النافعين، مع أهل التقوى، مع من يقربك من الحق تبارك وتعالى. وقال أيضا لنبيه عليه الصلاة والسلام ولا تعد عيناك عنهم. سبحان الله، وصف عجيب، حتى العين لا تعد عنهم ولا تتركهم، إنها الملازمة والاستمرار في صداقتهم وصحبتهم لخطورة الأمر ودقته وأهميته القصوى. فالصاحب كما قيل ساحب. صحيح. وقل من تصاحب أقول لك من أنت. إذا اعتني جدا جدا أيها الأخ المبارك، أيها الأخت المباركة، أيها الإبن، أيها الإبنة المباركين، اعتنوا بدقة باختيار أصحابكم وأصدقائكم، لأنهم سيؤثرون عليكم مهما كانت قوتكم وتربيتكم. ولا تتساهل أبدا بأمر الصديق والصاحب، لأنه سيؤثر إما سلبا أو إيجابا بأمر دينك ودنياك، فإما يرتقي بك أو ينزل بك دركات. الله ما شاء الله. وأختم بهذا الحديث العجيب الذي رواه أبو موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث معروف مشهور: مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل البسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن يحذيك وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبة، ونافخ الكير إما أن يكرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا خبيثة أو قال منتنة. فذكر درجات وأنواع للتأثير الجليس. فالجليس الصالح إما أن يحذيك من طيبه إما أو يعطيك وإما أن تشتري منه الطيب وإما على الأقل تجد منه ريحا طيبة، وجليس السوء الذي شبهه الرسول صلى الله عليه وسلم بنافخ الكير إما أن يحرق ثيابك أو على أقل تقدير أن تجد منه ريحا خبيثة منتنة تؤثر عليك سلبا مهما كان تحرزك منه. أسأل الله أن يوفقنا. الله يبيض وجهك، ما شاء الله تبارك الله، نجعلنا مباركين. أنا ما كنا جزاك الله خير. يا مال الغنات، يا مال الغنات.